ازيكم يا علوية، عاملين ايه؟ معاكم ابو علي في فيديو جديد. يب الفيلم النهارده هو فيلم ابن فلاش هيعيش مع الملك. يس يس، بس الملك مش هيكون عارف ان ابن فلاش عايش معاه في البيت، والمغامره دي هتعجبكم جدا. وانا اسف امبارح ما نزلتش فيديو، بس انتوا عارفين بقى وصلنا 200 الف اخ واخت على القناه، شكرا ليكم. الحمد لله والشكر ليكم من بعد ربنا طبعا، لان بدعمكم قدرنا نوصل 200 الف اخ واخت. بحبكم من كل قلبي، ويلا بينا ندخل. بس قبل اي حاجه انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده، وكمان اشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وكمان اشتركوا في القناه الجديده في الديسكريبشن، ويلا بينا نشوف المغامره. ليتس جو. انا فلاش يعمل فيا كده؟ مش عاوزني اسرح خالص في المدينه، انا لازم اخطف ابنه واخلي قلبه يتقطع عليه. لازم اخطفه دلوقتي. ايوه انا، هي دي الاوضه. الحمد لله براتي والدي بخير، شكرا اصحابي، لازم ابعت لهم دلوقتي. انا دلوقتي خطفت ابن فلاش، يوريني بقى يعمل حاجه ازاي تاني. مش عاوز نسرق، انا هقطع قلبه ودلوقتي لازم امشي. ودلوقتي خليني ادخل اشوف ابني وبراتي، يلا اطمن عليهم. ايه ده، كل شويه بعتوا لي رسايل، خلاص بقى خليني امشي. ايه ده فلاش، فلاش بيعمل ايه هنا؟ لو شافني هيموتني، انا خاطف ابنه مش عايز ارجعه. ايوه خلينا ندخل هنا، خلينا استخبى هنا. ايه ده، مين دي؟ ايه ده، مش دي مرات الملك؟ هو ده اللي ناقصني كمان، اللي تكون مرات الملك هنا. اقرب من فلاش الاقي مرات الملك. طب اعمل ايه دلوقتي؟ خليني مستخبي. خلاص يا اصحابي، مش كل شويه تبعتولي، انا مش فاضيلكم، خلينا نطمن على ابني. ايه ده حبيبتي، ابني فين؟ يا دكتور، يا دكتور، انا لازم ادور على الدكتور. يا دكتور، انا مش همشي من هنا لما ابني يجي. يا دكتور. ايه ده، فلاش بيدور على ابنه وبينادي الدكتور. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ فلاش لو شافني هيموتني، انا مش عارف اعمل ايه، وانا كمان محبوس في اوضه الملكه. الملك ممكن يجي في اي وقت، انا هروح في 60 داهيه. ايوه انا مش لازم ارجع ابن فلاش ابدا، انا عشان دايما بيضايقني. ايوه انا لازم اخليه هنا مع الملكه، لازم فلاش ما يلاقيش ابنه. هو دلوقتي لازم يكون مع الملكه ويتربى مع الملك والملكه. وفلاش لازم يعيش من غير ابن، عشان دايما بيأذيني ومش عارف اشوف شغلي منه. ودلوقتي ده ابني كملكة، انا لازم امشي. يا دكتور، مفيش حد هنا ولا ايه؟ فلاش ماشي، انا لازم امشي، يلا قبل ما يشوفني. انا كان لازم اخطف ابن فلاش، بس اعمل ايه؟ فلاش والملك لازم اعرف. يا دكتور، انا مش لاقي اي حد خالص، انا لازم اعرف ابني راح فين، اكيد حد من اعداء اللي عمل كده. انا لازم اشوف اصحابي دلوقتي، لازم اكلمهم، خليني اتصل بيهم، اكيد حد من اعدائي هو اللي عمل كده. الو سوبرمان، ابني اتخطف، انا مش لاقي ابني خالص. بتقول ايه؟ سمعت هالك؟ هالك هو اللي عمل كده. هالك اكبر عدو ليا، مش بيحبني دايما ودايما عاوز يأذيني، اكيد هو اللي عمل كده. طيب يا سوبرمان، انا جاي دلوقتي، انا لازم ارجع ابني من هالك، انا هوريك هالك، خلينا نروح. دلوقتي خلينا نشوف حالات الولادة، زوجة الملك وزوجة فلاش. طيب ادخل لزوجة الملك الاول. ايه ده حضرة الملكة، ايه ده، مين الطفل الجميل ده؟ انت ابنك موجود في الحضانة، ايه ده، الطفل ده مين؟ انا بحب الفيلم ده جدا، خليني اتفرج عليه. انا مش مصدق بجد الوقت اللي هيجي فيه وابني الامير هيكون قاعد جنبي. يا انا لازم اروح كمان شويه المستشفى عشان اطمن على ابني وكمان مراتي الملكه. انا لازم اتصل بحضره الملك دلوقتي اقول له. ايه ده، مين بيتصل بيا؟ خلينا اشوف. ايه ده، الدكتور بتاع المستشفى عاوز ايه؟ خلينا اشوفه دلوقتي لحسن يكون ابني حصل له حاجه، او هو او مراتي الملكه، بسرعه. الو، ايه يا دكتور؟ الو
ايوه يا حضره الملك، في هنا مفاجاه هتعجبك جدا، في طفل جميل مع الملكه، مش عارف الطفل ده مين بصراحه، بس الملكه حبته جدا، انت لازم تيجي تشوفه. طيب ماشي يا حضره الملك، ماشي حاضر، انا موجود مع الملكه، لازم تيجي دلوقتي حالا. طيب يلا باي. ايه ده حضره الملكه مين؟ ايه ده موبايلي برن تاني. الو، ايه ده ماما؟ ايه يا ماما اللي بيحصل لك؟ انت بتموتي ولا ايه؟ طيب انا جاي دلوقتي حالا. ماشي يا ماما ماشي. حضره الملكه انا لازم استاذن، ماما بتموت. ايه بعد اذنك. يلا يا ابني ودينا على المستشفى بسرعه. حاضر يا حضره الملك. اتفضل يا حضرة الملك. طيب يا ابني ماشي، هدخل اطمن على الملكة وابني، استناني هنا. حاضر. خليني ادخل اطمن عليهم، اول حاجة اطمن على ابني وبعد كده اشوف الملكة. ايه ده ابن حبيبي الامير بخير؟ الحمد لله، الدكتور خدني، انا دلوقتي لازم اطمن على الملكة مادام ابن الامير بخير. خليني اروح للملكة. باي باي يا ابني يا حبيبي، هتوحشني، انا لازم اخده في اسرع وقت للقصر عشان يتربى معانا. خلينا نطمن على الملكة دلوقتي. انا جيت يا دكتور. ايه ده الدكتور راح فين؟ ايه ده حبيبتي، مين الطفل الجميل ده يا ملكة؟ ده ابننا يا حبيبي، لازم يتربى معايا ومعاك، انت الملك وانا الملكة. طبعا يا حبيبتي، هيتربى معانا، طفل جميل جدا. من وقت ما بابا الملك قال لي ان هو مش بابايا وانا حاسس ان هو اتغير معايا جدا، حاسس ان ما بقاش يحبني زي الاول. انا عاوز اعرف مين بابا الحقيقي بجد، انا لازم ادور عليه والاقيه. طب لو بابا الحقيقي عايش مش كان دور عليا ولقاني؟ انا زعلان بجد، مش عارف مين بابايا الحقيقي. خلينا ننزل اشوف بيعملوا ايه. حتى اخويا برضو، اخويا مهند برضو بيعاملني معامله وحشه برضو بعد ما. ايه ده حضره الملك؟ صباح الخير. ايه ده صباح الخير يا ابو علي، تعالى. صباح الخير يا مهند. صباح الخير يا ابو علي، اتفضل اقعد، تعال افطر معانا. طيب ماشي، شكرا يا مهند. حضره الملك انا عاوز اعرف من بابا الحقيقي. اوبا يا ابو علي عليك، انت يا ابني انا ما كنتش عاوز اقول لك كده، بس هي دي الحقيقه وكان لازم اقول لك. انا ما اعرفش صدقني، بس انا بعاملك زي ابني بالظبط. المهم انا دلوقتي عندي مشوار ضروري. طيب يا حضره الملك ماشي. يا بابا انا عاوز كره جديده يا بابا. ايه ده الكره بتاعتك فين يا مهند؟ يا بابا انا كنت شايلها وابو علي خدها مني وضيعها. ايه ده انت خدت الكره بتاعت مهند يا ابو علي؟ ايوه انا حضره الملك لعبت بيها، بس مش عارف هي راحت فين بجد. ايه ده انا مش قلت لك ما تلعبش بالالعاب بتاعت مهند؟ طيب حضره الملك ماشي. انا مش قصدي اضايقك، بس كل واحد ليه العاب معينه. عموما انا عندي مشوار ضروري، يلا اشوفكم بعدين. باي باي يا حضره الملك. باي يا بابا، ما تنساش تجيب لي الكوره. طيب يا مهند، يلا باي باي. مش عارف بقى، انا لازم اعرف الحقيقه. مهند انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا هروح العب يا ابو علي. طيب يا مهند يلا بينا نلعب. لا انا هلعب لوحدي عشان انت بتضايقني لما بلعب معاك. ايه ده يا مهند مش هتلعب معايا؟ ايوه مش هلعب معاك، كل واحد يلعب لوحده. باي. طيب ماشي يا مهند ماشي. حتى مهند اخويا برضو مش عاوز يلعب. ايه ده ايه الصوت ده؟ انا لازم اطمن على مهند. مهند هو راح يلعب على الزحليقه، انا لازم اشوفه دلوقتي ايه اللي حصل له. ايه ده مهند انت عايش؟ مهند طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ الملك مشي يا مهند انا لازم اخده على المستشفى دلوقتي حالا، لازم يكون عايش. مهند تعالى انا لازم انقذك. يا رب يا مهند تكون عايش، انا لازم اخده على المستشفى دلوقتي. افتح الباب بسرعه. مهند انت سمعني، لازم اخده على المستشفى حالا، لازم اطمن عليه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ معيش عربيه. يلا اجري اسرع، لازم انقذ حياته. مهند ده اخويا برضو، لازم انقذه. مهند يا رب تعيش. انا الحمد لله وصلت على المستشفى، لازم ادخله دلوقتي. يا دكتور انا عاوز دكتور، لازم دكتور يجي. خير يا دكتور؟ طمني على اخويا مهند، ايه اللي حصل له؟ احنا لازم نتصل بالملك فورا، وهذا خطير.
اتخبط في دماغه. طب انا اعمل ايه؟ نسيت الموبايل هناك في القصر. طيب ماشي يا دكتور، انا اروح ابلغ الملك واجي. خلينا نروح بسرعه، لازم ابلغ حضره الملك، لازم ينقذ مؤنث. خلينا نمشي بسرعه. اتصلوا بالملك فورا، لازم تبلغوا عن وضع ابنه، لازم يجي. حاضر. وصلت على الأسرة؟ ايه ده، مين اللي بيتصل بيا؟ خلينا اشوف. ايه ده، المستشفى؟ خلينا اكلمهم. الو، ايه ده، انت بتقول ايه؟ ابني مهند في المستشفى، بتقول وقع وهو بيلعب. طيب ماشي، انا هاجي دلوقتي. يلا يلا باي. ايه ده، وقع وهو بيلعب؟ اكيد ابو علي هو اللي وقعه، اكيد، لان عرف ان انا مش باباه. انا لازم اشوفه، ابو علي هو اللي عمل كده. خلينا اروح له. ابو علي، انا لازم اطرده من هنا، مش لازم يعيش معانا تاني، لان مش بيحب ابني ودايما بيرخم عليه، عشان عارف ان هو مش ابني ومش هيبقى هو الملك من بعدي، عشان كده مش بيحبنا وعايز يموت ابني. ابو علي، انا لازم اطرده. اخيرا جيت، الحمد لله. عربية الملك ايه؟ خلينا نطلع اقوله بسرعة، انا معيش الموبايل للأسف نسيته. ايه ده، حضرة الملك، حضرة الملك، الحق مؤنث في المستشفى. مؤنث في المستشفى بسببك انت، انت مش بتحبه وعايزه يموت. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ حضرة الملك، مؤنث ده اخويا وانا بحبه، اللي انت بتقوله ده؟ انت مش لازم تعيش معانا هنا تاني، انت مطرود من البيت ومش عايز اشوفك هنا تاني. انا غلطان من الاول ان انا ربيتك معايا في البيت، برا، اطلع برا. ايه ده، انت بتطردني يا حضرة الملك؟ بعد كل ده بتطردني وانت زي بابايا وانت اللي مربيني؟ ماشي يا حضرة الملك، انا اطلع برا، بس انا ما عملتش حاجة لمؤنث. برا، قلتلك اطلع برا. ماشي حضرة الملك، انا ماشي، انا مظلوم ما عملتش حاجة ليه. انا اصلا لازم ادور على بابا الحقيقي، لازم الاقي بابا الحقيقي، خليني ادور عليه، بس مش عارف ادور عليه فين، انا بعرفش عنه اي حاجة، لازم الاقيه. ابن مهند، ايه ده دكتور؟ طمنا على ابن مهند، قولي ايه اللي حصل لابني يا دكتور، طمنا عليه. حضرة الملك، ابنك اتخبط وهو بيلعب، ولولا الولد اللي كان معاه لحقه في الوقت المناسب كان زمان ابنك ميت دلوقتي. ايه ده، الولد اللي كان معاه لحقه في الوقت المناسب؟ إيه معناها كده؟ ان ابو علي هو اللي نقذ ابني، يعني ابو علي مظلوم، انا ظلمته، انا لازم ارجعه للبيت تاني. طب ابن مهند هيفوق امتى يا دكتور؟ انا اديته مهدئ، اول ما المهدئ يخلص هيقوم تاني. طيب يا دكتور شكرا، انا دلوقتي ظلمت ابو علي، انا لازم ارجعه للبيت. طب انا ادور على بابا فين؟ بس مش عارف اي حاجة، ولا حتى عارف شكله ولا اسمه ولا اي حاجة، انا بجد مش عارف اجيب بابا ازاي. بابا، انا مش عارف اعمل ايه، والملك طردني من البيت، انا مش عارف اروح فين وانام فين.